طبعا ستكون ضيفتي لهذا اليوم السيدة لينا قنوع، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب التي انضمت معنا عبر السكايب من دبي. مرحبا بك ست لينا. أريد أن أسألك بداية عن إنتاج النفط في الخليج الأمريكي، ما زال هو يعاني من تبعات الإعصار إيدا، وهناك أيضا تحذيرات من إعصار قادم إلى منطقة الخليج في الخليج في المكسيك، وهذا أدى طبعا إلى توقف 30% من إنتاج النفط في الخليج الأمريكي بعد الإعصار إذا وحتى الآن. كيف سيؤثر ذلك على سوق النفط؟ هل سنتوقع زيادة في الأسعار؟ كيف تقيمين هذا الموضوع ست لينا؟ تفضلي. أهلا بك وشكرا على الاستضافة. بالنسبة لأسعار النفط، طبعا تأثير إعصار أيدا أثر بشكل كبير على المنشآت النفطية وتعطل في الإنتاج النفطي في خليج المكسيك بما يقارب 1.4 مليون برميل يوميا، ثم بدأ يعود الإنتاج شيئا فشيئا، لكن لم يعد كانت توقعات أن يعود بشكل متسارع أو بشكل أسرع، لكن يظهر أن هناك تباطؤ في عودة الإنتاج النفطي في خليج المكسيك. هذا الضرر الذي أحدثه إعصار أيضا، وربما تحدثت عن إعصار آخر، يشكل هذا دعم لأسعار النفط بسبب تعطل الإمدادات بالرغم من عودة يعني خطوط الإنتاج بعد مصافي التكرير، لكن عدم عودة الإنتاج بشكل سريع والتأخر في عودة الإنتاج سبب في دعم أسعار النفط نحو الارتفاع عاجلا أم آجلا. سوف طبعا نشاهد زيادة في الإنتاج وعودة الإنتاج في خليج المكسيك كما كان عليه سابقا، فهذه العوامل تعتبر أو مؤقتة فقط أو داعمة لأسعار النفط بشكل مؤقت، وشهدنا ذلك كل الدلائل شهدناها بعد ارتفاع دامة لأربع جلسات متتالية بالنسبة لأسعار النفط، ثم بدأنا نشاهد بعض التراجعات اليوم، بعض الانخفاضات، لكن بشكل عام ارتفاعات ما زالت على أسعار النفط نشهدها بسبب عوامل مؤقتة أيضا وعدد من العوامل الأخرى التي بالفعل سببت ارتفاعات في أسعار النفط. طيب، حتى وكالة الطاقة الدولية هي توقعت طلبا إيجابيا على النفط. بالنسبة للأسواق الخليجية، كيف سيكون لذلك تأثير على الأسواق الخليجية خلال الفترة القادمة أيضا؟ طبعا إذا تحدثنا يعني نتحدث عن توقعات وكالة الطاقة، وأيضا إذا بالنسبة لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل يعني لعبت دورا رئيسيا، لكن قبل أن نتحدث عن مخزونات النفط الخام دعنا نتحدث عن وكالة الطاقة الدولية، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية بالفعل انتعاش الطلب خلال الشهر المقبل، وأكدت بشكل واضح أن هناك كان تباطؤ في الطلب العالمي على النفط خلال الأشهر الماضية، لكن يعني هي قالت بوضوح أن الطلب العالمي على النفط لا يزال تحت ضغوط متحور وتأثير دلتا الذي يعني يسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط. يعني هناك يعني إذا نظرنا إلى طلب تراجع بين نتحدث عن أشهر تموز إلى سبتمبر، تقريبا التراجعات كانت ب 310 ألاف برميل يوميا. المتوقع أنه يرتفع الطلب تقريبا ب 6.1 مليون برميل يوميا، وأنه يواصل الارتفاع والتفاؤل حتى بالارتفاعات حتى نهاية العام. وإذا نظرنا إلى تقرير منظمة أوبيك فهي تتوقع أن يكون هناك ارتفاع للطلب العالمي للنفط خلال عام 2022. هناك تفاؤل بعودة الطلب العالمي على النفط، لكن يعني وحتى تتوقع أن يصل إلى مستويات الطلب العالمي على النفط تقريبا نتحدث عن 100.8 مليون برميل يوميا أن يعود الطلب، يعني هذا يعني يعود إلى ما قبل مستويات الجائحة الكورونا، وربما أعلى كطلب يومي خلال كمتوسط طلب يومي خلال عام 2022. لكن هي خفضت توقعاتها للطلب
الطلب العالمي على النفط خلال الربع المقبل بسبب كما ذكرنا العوامل التي تسبب بانتشار متحور دلتا يعني وبعض الإغلاقات التي شهدناها في عدة دول مثل دول آسيوية وخاصة في الصين وعدد من الدول الأخرى، فبالتالي تتوقع يعني نوعا ما يعني مقبلون على فترة أن يكون فيها الطلب على النفط أقل مما متوقع كما كان في السابق، كانت توقعات أكبر على الطلب العالمي على النفط، لكن عام 2022 سوف يشهد ارتفاعات للطلب. أليس الموضوع أيضا مرتبط مثل ما ذكرتي قبل قليل ستلينا أنه المتحور دلتا هو أثر بشكل كبير، حملات التطعيم الموجودة حاليا هل هي كافية بالفعل لتغذية تعافي الطلب على النفط بعد تراجع على مدار 3 أشهر تقريبا؟ نعم بكل تأكيد، يعني حملات التطعيم التي تمت على نطاق واسع وشامل طبعا بالفعل لها تأثير على تعافي الطلب العالمي على النفط. يعني نحن نتحدث بما أنه إذا وجد إغلاقات اقتصادية بالفعل سوف يؤثر على الطلب العالمي على النفط، فبالتالي يعني نحن نتحدث أنه المتحورات يعني بالرغم متحور يعني دلتا فيروس كورونا قد يعني رغم انه نتائج حملات التطعيم عم تتم بشكل سريع ولها تاثير ايجابي كبير على اسعار النفط، لكن تاثيرات متحور اثبتت ان حتى لو تم يعني اخذ التطعيم او اخذ اللقاح له تاثير بشكل عام يعني على يعني لم يثبت فعاليه هذا المتحور، ف بالتالي هناك معادلة صعبة القياس حاليا بين جودة اللقاحات. أود أن أذكر موضوع المخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية إذا تسنى لي الوقت، لأنه لها تأثير مباشر برأيي على حركة أسعار النفط. إذا نظرنا إلى يعني إحنا تقرير المشار إلى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في انخفاض في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا نحن نتحدث عن 6.4 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. يعني بيّن التقرير انخفاض في المخزون بولاية تسليم في كاشينغ بتقريبا ب 1.1%. إذا نظرنا إلى الاستهلاك على الخام، نحن عم نشوف في ارتفاع في الاستهلاك الخام في المصافي، ارتفع تقريبا 85 ألف برميل خلال نفس الأسبوع، بالتالي هناك يعني في طلب على الطلب على النفط في هذه الفترة. لا ننسى أنه إعصار أيضا الضرر الذي تسبب فيه أدى وساهم ارتفاع أسعار النفط. إذا نظرنا إلى مخزونات الخام التي حققناها حسب معهد تقرير البترول الأمريكي أمس، نحن نتحدث عن 5.4 مليون برميل يوميا. يعني ما يلفت النظر أنه هناك بالفعل انخفاض في المخزون الخام في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا المخزون الأمريكي انخفض بما يعادل 7% كمتوسط الخمس سنوات، إذا أقل من متوسط الخمس سنوات، إذا ما قارنا من بداية هذا الشهر نتحدث عن انخفاض بما يعادل 6%. فبالتالي المخزون آخذ بالتناقص وسط ضعف الإنتاج طبعا في خليج المكسيك وعودة أسرع مما متوقع لخطوط الإنتاج وتكرير المصافي. فبالتالي نحن حسب آخر التقارير التي صدرت من إدارة معلومات الطاقة، شهدنا انخفاض المخزون لعدة أسابيع أو 6 تقريبا أسابيع متتالية، ولو عدنا للزمن نحن عم نشوف على عدة أشهر فعلا في تباطؤ في مخزونات الخام، وبدأت مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية أو المخزونات بشكل عام عم تتباطأ أو تتناقص منذ أواخر شهر مارس الماضي، وهذا بالتأكيد يدل بالفعل على زيادة الطلب. فبالتالي أسعار النفط إذا نظرنا إليها هي أسعار مؤقتة بالفعل، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط في خلال فترة يعني فترة الماضية وخلال جلسة أمس الارتفاعات التي شهدناها، وبالرغم من تقرير من قرار أوبيك بلس بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا، ولكن الضرر الذي يعني الذي تسبب
سبق فيه إحصار أيضا كان أقوى من رفع زيادة الإنتاج، فعوامل مؤقتة لارتفاع أسعار النفط، لكن أتوقع أنه على المدى المتوسط أن تعود الأسعار تقريبا على، يعني نتحدث على نطاقات، نتحدث بين 65 دولار لل 75 دولار للبرميل بواقع 10 دولارات. فهذه النطاقات التي نتحدث عنها سوف نشاهد بعض الانخفاضات خلال الفترة القادمة طبعا بعد عودة الإنتاج، لكن ما أود أن أذكر لو حصل أي إغلاقات اقتصادية أو حصل ارتفاع في عدد الإصابات بمتحور دلتا، كما ذكرت قبل قليل أنه التطعيمات هي طبعا لصالح تعافي الطلب العالمي على النفط، لكن لم تثبت حقيقة أنه هذه اللقاحات بالفعل فعالة ليتعافى الاقتصاد بشكل كامل ويعود الطلب كما كان هو عليه. فالتأثيرات يعني ما زال الاتجاه نعتبره صاعد، لكن لو حصل أي إغلاقات اقتصادية سوف يؤثر على الطلب العالمي على النفط. يعني ما زال هو متحور كورونا يلعب دورا مهما في موضوع الطلب على النفط. طيب بالنسبة لتزايد إنتاج النفط الصخري الأمريكي ستلينا، هذا التزايد هل من الممكن أن يحد من مكاسب أسعار النفط؟ طبعا بالنسبة إذا توقعت معلومات الطاقة الأمريكية توقعت يعني بالنسبة لارتفاع الإنتاج النفطي من التشكيلات الصخرية السبعة في أمريكا تقريبا ب 66، نحن نتحدث عن 66 تقريبا ألف برميل يوميا لتصل تقريبا 8.1، يعني ما يعادل 9% من الطلب العالمي على النفط. نحن يعني 50 تعتبر مستويات ال 50 لل 70 دولار هي كافية لزيادة يعني سعر يعتبر مميز لشركات النفط الصخري أن تزيد من إنتاجها، وأيضا بعض الشركات الأخرى نتحدث عن 40 وال50 دولار تعتبره أيضا كافية، للنهاية بتساعد في التقليل من تكاليف الشركات الأمريكية، شركات النفط الصخرية اللي بالفعل تعرضت للإفلاس خلال جائحة الكورونا. وبالتالي نحن نعلم أنه الخفض الذي قامت به أوبك بلس يعني سواء هو طبعا لصالح أسعار النفط بشكل عام، لكن كمان أيضا هذا يعني ما ترغبه أيضا يعني شركات النفط الصخري أن يكون هناك ارتفاعات لأسعار النفط. بالتالي طبعا عودة الإنتاج الصخري يعني طبعا سيحد من مكاسب أسعار النفط لو عاد، وتعتبر الأسعار طبعا هي أسعار مغرية لشركات النفط الصخري في هذه الفترة. طيب لنتحدث عن الاقتصاد العالمي ككل ستلينا، هناك عدة عوامل يعني هي ما زالت تساهم بشكل كبير جدا بتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي. لدينا المتحور كورونا، البيانات الواردة من الاقتصاد الصيني يعني لا تكون إيجابية بما يكفي لعودة تعافي الاقتصاد في الصين، ولدينا أيضا مجموعة من العوامل كان آخرها موضوع أفغانستان وموقع أفغانستان الجغرافي المهم جدا في منطقة آسيا. هل هذه العوامل ستلينا ستؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي ككل خلال هذا العام، نهاية أو ما تبقى من هذا العام وحتى العام القادم؟ نعم بالفعل، يعني هناك بيانات اقتصادية كانت قادمة من الصين، سواء مبيعات التجزئة الانتاج الصناعي كانت أبطأ مما كنا متوقع، يعني بيانات كانت مخيبة للآمال وأقل من التوقعات، يعني هي تتسبب في تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي في الصين. وبالتالي لو تباطؤت وتيرة التعافي الاقتصادي في الصين فهذا دليل على الاقتصاد التباطؤ في الاقتصاد العالمي ككل، فعدد من المتسببات بالفعل سببت في هذا التباطؤ، وما زلنا نحن نتحدث عن متحور دلتا بفيروس كورونا. المشكلة التي ذكرتها الجيوسياسية اللي نتحدث عنها السياسية في أفغانستان هي ربما كانت هي تصبت لصالح أسعار الذهب، لكن وطبعا لها تداعياتها وتأثيراتها أكيد على النمو الاقتصادي العالمي. فالبيانات التي نراقبها عن كثب خلال هذه الفترة، نحن نتطلع
على عدد من البيانات الاقتصادية المهمة التي سوف تعطينا فكرة أوضح عن مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي. ظهرت بعض البيانات التي ذكرتها قبل قليل عن الصين سواء كانت أقل من التوقعات. نحن نترقب اليوم طبعا مبيعات التجزئة الأمريكية. طبعا مبيعات التجزئة الأمريكية المتوقع أن تشهد انكماشا في هذا الشهر، يعني انكماش للشهر الثاني على التوالي. شهر أغسطس كان على انكماش، وأيضا الشهر الذي قبله أيضا نحن شهدنا شهر يوليو بعض الانكماشات. فبالتالي هذا يعني هذا تباطؤ في وتيرة هذا الانكماش الذي نشاهده في مبيعات التجزئة رغم الارتفاعات التي شهدناها الكبيرة في مبيعات التجزئة. نحن نتحدث تقريبا عن أكثر من 54% في شهر إبريل السابق، وتراجعنا تقريبا نتحدث عن 15.3%. ففي تباطؤ في وتيرة التعافي الاقتصادي لا يعني أنه هناك يعني لا لم يكن هناك نمو اقتصادي، فهناك تباطؤ، لكن تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي يدل على أن هناك يعني انكماش في مبيعات التجزئة. طبعا نحن نترقب من البيانات المهمة جدا، وهي مبيعات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي سوف تصدر بعد قليل. من المهم مراقبتها جدا لأنها تعطينا صورة أوضح عن قرارات الفيدرالي الأمريكي. نتحدث عن استقرارها في آخر أسبوع من شهر مايو تقريبا. نحن نستقر تقريبا عن محو 450 ألف طلب مقارنة بمستويات وصلنا لها فاقت 750 وفاقت 900 ألف برميل في فترة من الفترات. فطلبات إعانات البطالة الأسبوعية من المتوقع طبعا انه ان تكون او تظهر تقدم بنحو 325 نتحدث طلب، يعني 1000 طلب. فبالتالي اذا نظرنا الى متوسطات ما قبل جائحه الكورونا نتحدث عن 200 الى 250 الف طلب. وأيضا ستكون هذه البيانات ممتزجة بعدد من البيانات بمؤشر قطاع الصناعات التحويلية. نحن نتحدث عن مؤشرات وبيانات ظهرت أيضا. نتحدث عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني نتحدث عن تراجع في بيانات التضخم لكن ما زالت مرتفعة. نتحدث عن مؤشر أسعار المستهلكين تراجعنا من 5.14% إلى 5.13%. فهذه البيانات يعني تدل انه التعافي الاقتصادي في الولايات المتحده الامريكيه مستمر، لكن هناك تباطؤ. هذا التباطؤ في وتيره النمو ربما سوف تستمر سياسه الفيدرالي الامريكي بالمزيد من التحفيز، وليس الفيدرالي الامريكي وعدد من البنوك المركزيه حول العالم، لان كما ذكرت انه متحور دلتا ما زال يسيطر على الاسواق ولم تتبين الصوره الحقيقيه والصوره الواضحه على مدى تاثير يعني مدى تلاشي او هذه البيانات. هذه البيانات التي تحدثتي عنها قبل قليل، بيانات حتى بيانات التضخم الأمريكية، هل تعزز موقف الفيدرالي الأمريكي بأن هذا التضخم الحاصل حاليا أو المرتفع أيضا هو تضخم ربما يكون مؤقتا وفي أغلب الأحيان سوف ينخفض تدريجيا؟ نعم، بيانات التضخم هي تباطأت، بس لكن تباطأت يعني بشكل جدا طفيف. ونحن نتحدث يعني الفيدرالي الأمريكي يقول دائما أن التضخم هو يعني منخفض أو بشكل مؤقت تراجعات، أنه سوف يعود التضخم للانخفاض. لكن هناك يعني ربما يعني لن يحصل يعني هذا التراجع في التضخم، لأن عم نشوف نحن مؤشرات أسعار السلع عم ترتفع، وهذا بيأثر على التضخم. نتحدث عن مؤشر أسعار المستهلكين، نحن نتحدث تقريبا على ارتفاعات بأكثر من 5% من الارتفاعات. لا ننسى أن التضخم في بريطانيا وصل إلى ارتفاعات بشكل قوي، نتحدث عن 3%. يعني هناك يعني ربما توقعات بأن يصل التضخم إلى 4% في بريطانيا، يعني التضخم متسارع. فبالتالي هذا يحفز إذا أي زيادة في التضخم
التضخم انه يضطر انه الفدرالي الامريكي ان يقلص من سياسته من السياسه التحفيزيه لو استمر التضخم بشكل متسارع، او شهدنا المزيد من الارتفاعات. يعني اذا نظرنا مثلا الى بريطانيا، ربما الارتفاعات التي نشاهدها عن التضخم ب 3% في او حتى لو وصلنا في 4% سيضطر البنك المركزي البريطاني اسرع من غير البنوك الاخرى بان يقوم بتقليص سياسته التحفيزيه. فبالتالي بيانات التضخم جدا مهمه، يجب ان نراقبها عن كثب، لان بما ان هناك في سياسات تحفيزيه، في سياسه في ضخ الاموال، في اسعار الفائده ما زالت متدنيه، برنامج شراء الاصول كما هو عليه، يعني فهذا سيجعل من التضخم انه يستمر في الارتفاع. فيعتبر الفدرالي الامريكي انه اسعار التضخم بسبب هذه السياسات هي عم ترتفع، لكن سوف يعود للانخفاض، لكن يراقب طبعا معدلات التضخم، ونحن سنترقب قرار الفدرالي الامريكي طبعا في 21 والثاني والعشرين الاسبوع القادم لاي قرار حول تقليص برنامج شراء الاصول. لهذا السبب تعتبر هذه البيانات الاقتصاديه سواء اعانات البطاله الاسبوعيه، مبيعات التجزئه، التضخم، من البيانات المؤثره على قرارات الفدرالي الامريكي. هناك طبعا انقسام في الراي حول ماذا سيكون قرار الفدرالي الامريكي، هل سيتجه الى خفض برنامج شراء الاصول في شهر اكتوبر او نوفمبر او في ديسمبر، عاجلا ام اجلا سيقوم بهذه الخطوه لان مستويات التضخم عم ترتفع. لكن ايضا الا تشكل نوعا من الملاذ الامن باتت الان ستلينا، خاصه بالنسبه لبعض الدول التي عملاتها يعني تعاني من تضخم كبير جدا، حتى بالنسبه للدولار الامريكي نحن شهدنا حاله من التضخم في الدولار الامريكي. هذه العملات الا تشكل اليوم ملاذا امنا لبعض الدول؟ يعني لا أعتقد أن العملات الرقمية هي الملاذ الآمن، لأنه يبقى الذهب برأيي هو الملاذ الآمن الكلاسيكي. فربما بعض الدول اعترفت، دول صغيرة جدا يعني في اعترافها في التعامل بالعملات الرقمية، هناك من اعتبرها كمخزن للقيمة، لكن الذهب يعتبر هو مخزن للقيمة، وهو الذهب الملاذ الآمن الكلاسيكي، لأنه لا يوجد رقابة على تلك العملات الرقمية كالذهب. فتختلف يعني انه الذهب هو الملاذ الامن ويعتبر ايضا مخزن للقيمه، وسوف برايي انه اسعار الذهب نشاهد على انه طبعا سوف نشاهد على المدى الطويل انه ارتفاعات لاسعار الذهب، لان الذهب يتعامل مع توقعات التضخم المستقبليه وليس مع مستويات التضخم الحاليه. فالذهب الان يشاهد بعض النطاقات الجانبيه او النطاقات العرضيه في هذه الفتره لحتى يتحدث يعني الفدرالي الامريكي توجهاته حول تقليص برنامج شراء الاصول. هل اذا كان هناك في تقليص لبرنامج شراء الاصول لن يصب بصالح أسعار الذهب، سيكون في صالح الدولار الأمريكي، لكن لو استمر في السياسة التحفيزية ولم يكن هناك تقليص ببرنامج شراء الأصول طبعا سوف يؤثر بشكل إيجابي على أسعار الذهب. لكن على لاحظنا يعني إذا نظرنا إلى أسعار الذهب وحيث الطلب الاستهلاكي على من القادم من الصين، هناك كان ارتفاعات شهدناها، نحن نتحدث عن تقريبا 338 ألف بنسبة ارتفاع تقريبا 122% مقارنة بنفس الفترة في عام 2020، يعني الطلب في الربع الأول من عام 2021. فبالتالي هناك يعني طلب على المشغولات الذهبية، فيعني لاحظ كيف التراجع كان على الاستهلاك من قبل الصين على الذهب خلال عام 2020، لكن بدأنا نشاهد هذا الطلب وعودة الاستهلاك على أو الطلب على الاستهلاك
على الذهب من قبل الصين. فبالتالي يعني الذهب برأيي ما زالت توقعاته مشرقة على المدى الطويل على غير العملات الرقمية. يعني برأيي لا نستطيع أن نحدد اتجاه لها تلك العملات تلك العملات الرقمية، وخاصة أنه نحدد مستقبل تلك العملات حتى يتبين سوق تنظيمية لتلك العملات الرقمية. نعم، يبقى الذهب هو بالنهاية ملاذا آمنا. على كل حال أريد أن أشكرك جزيل الشكر سيدة لينا قنوع، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب، كنت ضيفتي لهذا اليوم عبر السكايب من دبي. شكرا جزيلا لك.